بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عديت على السج. عودة إلى كتاب آفات اللسان من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين. قال الآفة 11 السخرية والاستهزاء، وهذا محرم مهما كان مؤذية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال المصنف رحمه الله: ومعنى السخرية الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. التنبيه على العيوب، ومرات حقيقة بالتنبيه على ما هو ليس بعيب. يعني في المجتمعات، يعني في مجتمعنا وأكيد في بقية المجتمعات، بيسخرون من الطويل ومن القصير ومن النحيف ومن السمين، ما بيتركوا الواحد إيش من شرهم. قال: وفي المحاكاة في القول تقليد، يقلد الإنسان في الصورة التي يتحدث فيها، الكلمات، الأداء إلى آخره، بقصد السخرية. بقصد إيش السخرية؟ مرات الواحد يقلد بقصد إيش أنت يعني على العكس تماما. يعني مثلا أنت تقلد مثلا قارئ من قراء من أئمة المسجد الحرام، هذا مما لا بأس به، يعني شيء إيجابي جدا. يعني هذا التقليد في الأداء، وحتى التقليد في بعض القضايا هو يعلم. يعني انتبهت إلى أن بعض الناس يقلدون آباءهم، عائلات الأب والأعمام كانوا يمشون بصورة معينة، والأولاد مش قضية تعلق بالجينات، رأى فقلد بدون في اللاوعي، يعني استوعبها. فممكن جدا، ممكن جدا أن يكون هنالك يقال عن كيف تقف أمام الجمهور، كيف تتحدث في اجتماع، نبرة الصوت، الاتصال البصري. يعني في قضايا تبدأها تقليدا حتى تصبح بعد تترسخ، وكلها اكتساب، كلها ايش اكتساب. قال: وقد تكون السخرية بالإشارة والإيماء. يمر فلان من الناس وأنا وياك نتحدث مع بعضنا البعض، نصير مثلا بنوع من الاستهزاء، أقول لك بالإشارة بالعين، أقول لك شوف، ولا أقصد بذلك خيرا، ولا أقصد بذلك خيرا. وإذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة، وفيه معنى الغيبة. لأن الغيبة المعنى اللي فيها هو النيل من إنسان غائب، إذا ذكرته بخير ليس غيبة. ما هينا ليل نهار نقول الإمام الغزالي، الإمام الغزالي رحمه الله ورحمه علماء المسلمين أجمعين، وليس موجودا رحمه الله. وبعض الناس قد يذكر علماء، مالك مال فلان من الناس من العلماء قبل 1000 و1200 و1300 و1400، مالك مالهم، ما كأن وظيفته في الدنيا أن ينال من فلان وعلان، وهو يعني معناه هو اللي أبو العريف مثلا، ما لكم مال الشغلة هذه. قدم، تريد أن تتحدث عن موضوع تحدث عنه، ولا تقل فلان، ولا تجعل منه ما ليس إيش ما لم يكن منه. وأسوأ شيء أن تتحدث عن النيات، أسوأ شيء أن تتحدث عن إيش
عن النية، نيتك كذا وكذا وكذا، ماش بعرفني في النية ماذا فيها. قالت عائشة، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حكيت إنسانا يعني قلدت إنسانا، وواضح أن هذا شيء تم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تقلد إنسان تحكي، عادة تفعله أمام إنسان آخر. من كان هذا؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حديث رواه الترمذي وصححه، قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما لكم مال الشغلة هاي؟ وقال ابن عباس في قوله تعالى: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك استهزاء لا، ليس صدقة، ذنب من الذنوب. لا تستهزئ بأهل لا إله إلا الله. وإن كان هنالك شيء في ذمي ابتلي بشيء، لا تستهزئ به حتى لو كان إيش ذميا. قال: والكبيرة القهقهة بذلك، وهو إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر. إذن هذا تنبيه حتى لا يظن السامع أن الصغيرة والكبيرة هي تعلق بإيش؟ بالسخرية. لا، المليحة والقبيحة مسجل، كله مسجل. ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، والقول من جنس العمل. القول من جنس إيش؟ العمل. باب في البخاري: القول من جنس العمل. والقول مشافهة تسمعه بأذنك أو تقرأه أيضا انحسب. عجيب. ليس افرض هب أن فلان قصر، هب أن فلان إيش قصر، اذهب إلى فلان بينك وبينه، إذا كنت طالب وتبغي الخير، الهجرة لله ولرسوله، اذهب إلى فلان وبينك وبينه، اختر لحظة لا يسمعك فيها أحد من البشر طبعا، ولا الكلام ماله مسموع، وقل له: يا فلان، ما شاء الله عنك، ابدأ بكلام طيب، اذكر أشياء فيها خير، ثم قل له: لعل الظرف الذي تمر به دعاك إلى أن تقصر في كذا وكذا، ظاهر الأمر فيه تقصير أو كذا، لعلك مثلا إيش تجبصن الموضوع. يعني هل مطلوب منك أن تذهب إلى الإنترنت وتنزل بحساب مخفي على صفحات التواصل الاجتماعي أن فلان وفلانة هذا مطلوب؟ ليس هذا من الدين في شيء. لا يقصد من هذا إلا الإضرار. أين سلامة الصدر تجاه الناس حتى؟ أين سلامة الصدر تجاه الناس؟ وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه، شيء طبيعي، اضطر إنسان إيش فعل شيئا وضحك. وهنا نيجي إحنا للضحك عند علماء النفس. الضحك قد يدل على الانبساط، وقد يدل على الإحراج، وقد يدل على الخوف. تواجه طفلا من فعل كذا وكذا لخوفه قد يضحك، ليس سخرية وليس انبساطا، خصيصا إذا حضر جنابك ممن قد
أوسعه مثلا ضربا في سابقة، فعرف أنه الآن إيش، وهو الذي يدفع الأطفال للكذب، أنه أول مرة أنت عاقبته ما فهمت أنه إيش، مرة قادمة انتبه لكيفية حملك الغرض الفلاني إلى آخره، لأنك أنت نفسك، أنت نفسك الكبير أيضا إيش، لأنك تخطئ، لأنك تكسر، لأنك، والذي لا يخطئ ليس على قيد الحياة ما دام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة لأحد. الذي لا يكسر معناه لا يعمل، الذي لا يخرب معناته لا يعمل بالأساس. إذن انتبه، انتبه إلى أن الإنسان كلما زاد العطاء وزاد احتمالات التقصير وارد، احتمالات الخطأ وارد، وليست نهاية المطاف، ليست نهاية إيش المطاف. وفي حديث مرسل إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، يعني تحدث عن كرب يوم القيامة، وهل هنالك كرب أعظم من أن لا يعرف الإنسان هم غم لا يعرف الآن وقعت، نقول في الرياضة وقت مستقطع وقت زائد وبيزيد على المباراة دقائق وبعرف إيش، ما في عندنا زيادة اللي على المباراة على وقت الحياة، أنت الآن في الوساع، أنت الآن إيش في الوساع، يوم القيامة انتهى في المحشر، والناس إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقال له هلم هلم تعال من ها، ادخل من وين، من ها هنا، فحينما يصل يسد الباب دونه، ثم يفتح باب آخر يقال له هلم هلم، فيجيء بكربه، ثم حينما يصل يغلق دونه ويفعل به الثالث، حتى يقال له هلم هلم فلا يذهب، يعرف الآن أنه إيش انتهى. سبب ذلك السخرية والاستهزاء بالناس، سبب ذلك السخرية والاستهزاء بالناس. فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فما يأتيه، ييأس انتهى. وفي حديث في سنده انقطاع، من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، يعني يذوق من ذاك الذي عير أخاه، لم يصح ما دام في انقطاع أستاذنا، لم يصح، ولكن لما لا يخاف الإنسان على نفسه من أن لا تهزأ ولا تغتب فلانا، تذكر خطأ فلان من الناس حتى لا تكون في نفس الموقف يوم الأيام. قال وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغارا له، وعليه نبه قوله، وعليه نبه قوله، ها كل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغارا له، وعليه نبه قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي لما تسخر به استصغارا ولعله خير منك، لما تسخر من فلان، لما تسخر من فلان، بسبب شيء في جسمه مثلا، مثل الصحابة الكرام الذين يعني ضحكوا من نحافة رجلي ابن مسعود رضي الله عنه، يدخل بهما الجنة إن شاء الله، يدخل بهما الجنة، تضحك منه مثلا لغناك وفقره، وهذا يعني أنك فقير، فقير في قلبك، في أخلاقك، في فكرك، تسخر منه لوجود المال لديك ولعدم وجود المال لدى فلان،
أم لأنك اغتسلت وتطيبت ولبست لباس كذا وكذا وكذا وفلان أشعث أغبر؟ أنسيت؟ رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره؟ على إيش؟ تسخر من فلان وهو عند الله عز وجل مع الأنبياء والصديقين والشهداء مكانة عالية عظيمة وأنت لا تدري ما يفعل بك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة حسن ظن بالله عز وجل فضلا ومنا وكرما. نسأل الله عز وجل ألا نسخر من إنسان، أعطيت فكن من الشاكرين أو من الصابرين، وعلى الجهتين عندك أو ما عندك بدك تصبر، صبر على وجود الشيء وصبر على عدم وجود الشيء، لأنك إذا أعطيت عليه مال بدها زكاة، جمال مثل سيدنا يوسف عليه السلام بدها دين، بدها إيش؟ بدها دين، بدها ورع، بدها تقوى. قال وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة ولا يجعل الإنسان نفسه إيش؟ مسخرة. وربما فرح بأن يسخر به، كان السخرية في حقه من جملة المزح، وقد سبق ما يذم أو ما يذم منه وما يمدح. وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، لكن هذا لا ينجر. يعني خلينا احنا في السليم، السلام وبركاته، خلينا في السليم، أريح، اضبط لسانك واضبط النظرة واضبط تعابير الوجه، ولا تحقرن إنسانا عندك في ابتداء من البيت، الزوج، الزوجة وهي زوج، لا تحقرها، لا تحقرها، فقد تكون رتبة من يوم القيامة من وهو في النار. فرعون هي إن شاء الله أين؟ في الجنة. وهو أين؟ في النار. ولا تحقرن طفلا، الذي ترسخه في نفسية الطفل ينشأ عليه ويتقبل، لا تقل للولد أنت، للابن مثلا، أنت لا تصلح لشيء، مش نافع، عمرك ما راح تفلح، عمرك ما راح تنجح. إذا رسخت الفكرة هذه فيه يسكر، يغلق، انتهى، لا بصير بده تحصيل علمي ولا تحصيل مادي ولا تحصيل دنيا ولا تحصيل أخرى. ولا مين اللي هده من الداخل؟ مين اللي هدم؟ بصوف إنسان طويل عريض. مرات الواحد بيأتي بكل ادعو لهذا الطفل مثلا، تنظر إلى الطفل ما شاء الله يتمنى الناس طفلا مثله، لكن يبدو أنه إيش؟ قد عنف جسديا ونفسيا لدرجة أنه إيش؟ حطم. خذوا بالأسباب، خذوا إيش؟ بالأسباب. وعلى ذكر الدعاء، إحدى الأخوات من قبة الصخرة طلبت أن ندعو لمريضة تعرفها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها من مرضها وأن يشفي كل مريض بإذن الله جل، وأن يهدينا وأن يهدي خلقه جميعا. اللهم اشفيها وعافيها واعف عنها. آمين آمين آمين. إذن وأما المحرم، وإنما المحرم، وفيها توكيد، فرق بين وإنما وأما، فيها توكيد وإنما، استصغار يتأذى به المستهزئ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة يجري بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، تلعثم، فلا تستهزئ به.
أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه، كالضحك على خطه. واحد خطه ليس حسنا، ليس جميلا، قد يكون ذلك سببه شيء يتعلق بالنهايات العصبية في اليد، وقد يكون سببه نفسي، قد يكون سببه إيش؟ نفسي. لكن لا تضحك ولا تضحك الأولاد في الصف، يعني يا أيها الأستاذ يا أيها المعلم، ليس من وظيفة المعلم بل العكس أن يهزئ الطلاب. وعلى صنعته وعلى صورته وخلقته إذا كان قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب، فالضحك من جميع ذلك داخل في سخرية المنهي عنها. وقد ذكر العلماء أن الاستهزاء بالدين من نواقض الإسلام. هذا ليس تقليلاً، ليس تقليلاً من الاستهزاء بالأشخاص لفعل أو لقول أو لشيء في أجسامهم. الاستهزاء بالدين، استهزاء إيش؟ بالدين، بشيء من الدين. تستهزئ بإنسان أطال لحيته، ربنا يتقبل، لبس ثوبا قصيرا، يا رب يتقبل، فلانة تسترت، ربنا يتقبل، فلان فلان. مر أحد العباد، وكان الإمام الغزالي ذكر هذا، لكن بغض النظر وللحديث تتم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.